اشوف اولادك العب معاهم واخدهم في حضني. حاسب العمر بيجري يا ابني. يا بابا بس احنا مستعجلين على ايه؟ بقى بعد الصياعه اللي انت صيعتها في حياتك دي كلها جاي تقول لي مستعجلين ليه؟ وبعدين يا ابني ما انا هجيب لك اي حاجه، ده انا هجيب لك عروسه تفرح، عروسه تشرح القلب. ايوه هو ده اللي باخده منك يا بابا. بص يا بابا انا مش هسمع كلامك تاني، انا كل ما اسمع كلامك بلبس بعد كده. المره دي يا بابا انا ليا شروط. وامرني يا سيدي. ايه هي شروطك؟ بابا انت تعرف نانسي عجرم؟ نانسي؟ وفي حد في الدنيا ما يعرفش نانسي؟ حلو، ايه اللي بيعجبك في نانسي؟ رقتها. اليسا، تسمع عن اليسا؟ الا اسمع عن اليسا. بتحب ايه في اليسا؟ عينيها هايفة دي بقى بيعجبني فيها كلها على بعضها. حلو، انا بقى عايز هايفة على نانسي على اليسا مضروبين في الخلاط كده هوب تطلع عروستي. موضوع صعب، انا عذرك انا عارف. هو ايه اللي هايفة وليسا ونانسي؟ انت عاوز واحدة تتجوزها ولا تعمل لها شريط؟ يا ابني انا بكلمك في جواز ومسؤوليه. بقول لك يا بابا من الاخر، حلوه ولا مش حلوه؟ يو يا حازم بقى، حلوه ايه ومش حلوه ايه؟ الله يا ابني افهم، الجواز ده موده ورحمه. ايوه بقول لك يا بابا فكك من شويتين دول، حلوه ولا مش حلوه؟ حازم يا ابني الحاجه الوحيده اللي اضمنها لك انك هتشوف حاجه عمرك ما شفتها ولا هتشوفها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بذمتك بذمتك ده دراع واحدة بنت. سيبي الزفت ده بقى وفهميني، يعني انت مش عايزة تقابلي الراجل، انت عايزة تكسفي أبوكي قدامهم؟ أبوكي انت كلمة خلاص. يا ماما من فضلك احنا قفلنا موضوع الجواز ده من زمان. يا بنتي يا بنتي كل بنت مصيرها الجواز. وبعدين أبوه الراجل محترم وأنا عارفه كويس، يعني حازم ده ابن ناس، شوفيه مش هتخسري حاجة. أنا الجواز ده مش في دماغي أصلا. ليه بس كده يا بنتي؟ عن إذنكم بقى أنا عندي تمرين. الله، انت ليه عايزه تعملي فيا كده وما تقابلهمش؟ يا بنتي يا حبيبتي يهديكي ربنا يا حبيبتي، ما تصغريش ابوكي قدام الناس دي، وبعدين ما فيش حد هيغصبك على الجواز، دي مجرد زياره. حاضر يا ماما. السلام عليكم. السلام عليكم. بنتك دي هتشلني. معلش معلش يا حبيبي، ما انت عارف كويس قوي ان بنتك ما بتطقش سيره الجواز. حالها مش هيتصلح الا لما تتجوز وتبقى ام. لازم انا وانت نعمل المستحيل عشان الجوازه دي تتم باسرع ما يمكن. سلمى جايه حالا. انما انت حازم مش شبه بابا خالص. الحمد لله قدر ولطف. نعم اقصد لا بابا احلى مني طبعا طبعا. النسكافيه بتاع حضرتك سكر زياده. شكرا شكرا. مين دي؟ الشغاله. اذا كانت الشغاله كده امال العروسه تبقى ايه بقى يا معلم؟ شوف انت بقى. مساء الخير. اهلا اهلا. تعالي حبيبتي تعالي تعالي على مهلك تعالي. اتفضلي ادخلي اتفضلي يا عروسه. ده النسكافيه خير يا جماعه، كل ده خير. بس اللي احنا اتفقنا انك تلبسيه. انت مش قلتي لي البس ملون؟ ما هو ملون اهو. سلمي على بدران بيه وحازم. اهلا وسهلا. عيش لو اخذه بقى. اهلا اهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامه رجلك يا بنتي. شفت كنت بلعب في التقسيمه فتحت سبرنت قامت بنت على خط قصاني. وانت يا حازم غاوي كوره زي سلمى كده؟ في الحقيقه عمي مش قوي بصراحه. على فكره الراجل اللي الكوره ما بتجريش في دمه يبقى ما عندوش نخوه. طب مش نغير بقى موضوع الكوره ده؟ هو في احلى من الكوره واللعبه الحلوه؟ قول لي بقى بتشجع مين في السلساو؟ السلساو؟ هي السلساو نفسه؟ الحقيقه انا مش متابع فرق الاقاليم. يا نهار اسود، مش عارف السلساو؟ منتخب البرازيل ده انت جاهل جاهل يعني. الحقي بنتك هتطفش الراجل ده، ان ما كانش طفش اساسا. طب انا بقى هقوم اجيب لكم التورته اللي انا عملتها بايدي علشان. ايوه قومي معايا. يلا قومي يا بنتي قومي قومي قومي. يلا على مهلك على مهلك. عايز تجوزني لعيب الكوره؟ ودي بقى لما احب اعملها فرحه اعمله فين؟ في الصاله المغطاه؟ يا ابني انت فاهم الجواز غلط، انت محتاج زوجه تقف جنبك كتف في كتف. دي مالهاش غير في الكتف القانوني. ودي بقى لما اعرفها باصحابها اقول لهم ايه؟ المدام ليبرو تقدر تقول لي واحده زي دي هتجيب لطافه ورومانسيه منين؟
انا حازم بدران وحلم اي بنت مراهقه هيحصل فيك انا. ايه حازم بدران؟ حازم بدران يا سلام يا اخويا، انت فاهم يا انت، انت الوحيد اللي مقطع السمكه ودلها. يا 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 شو بدران بقى؟ انا بدران شخصيا لما كانت عيني تيجي في عين واحده كانت تقع في دباديبي على طول، ومع ذلك لما جيت اتجوز اتجوزت امك. قصدك مامي وحشه؟ جدا. ايه؟ قصدي انا حزين جدا على فراقها. ياما وقفت جنبي وقفت راجل. ايوه بابا، ماما وقفت جنبك وقفت راجل، انما انا في ظروفي دي هتجوز الراجل نفسه. حازم يا ابني انا هجيب لك من الاخر، المصنع ممكن يتقفل في اي لحظه يا حازم، وعشان ننفذ عقد فرونيكا محتاجين فلوس من العبيط. الحل الوحيد قدامنا اننا ناخد قرض من البنك اللي ماسكه ابو سلمى. اه ده الحكايه كده عشان الشغل عسيد على مستقبلي. لا يا بابا ده جواز، ده جواز يا بابا. انا قلت لك اتجوز دلوقتي، شايف المأذون على جنبي؟ احنا مش اتفقنا معاهم على فتره التعارف؟ خلاص مساله في ايدك انت، طول في فتره التعارف دي على قد ما تقدر لغايه احنا بنخلص المصلحه ونخلع. احنا هنستنى البطه عند البراميل اللي هناك دي. البنادق ادي اول بندقيه رش. ايوه. وادي تاني بندقيه رش. ايوه. وانتوا يا عم انتوا هتصطادوا بالسهام ولا ايه؟ لا احنا بنصطاد ببنادق خرطوش، لكن انتوا عشان مبتدئين هتصطادوا بالرش. ايوه. حاسب حاسب انت هتصطادنا انا. هنقعد هنا كتير؟ انا بقيت شبه الخياره المخلله ببرميل التورش اللي انت موقف لي فيه ده. الصبر يا بدران. وطي صوتك ليه يا عم؟ انت موطي صوتك ليه؟ الله في ايه؟ بطي ما بلاقي البط ده يا عم؟ تعال نصطاد سمك، ونصطاد ليه من اساسه؟ تعال اعزمك على اكل السمك معتبر عند قدوره. الهجوم امتى ان شاء الله؟ هجوم على مين؟ احنا مش هنحارب ولا هنفضل في الدوش دي كتير. هو سيد البط كده، انا حاسس ان احنا في حرب الاستنزاف. اقلع النضاره دي. ليه؟ هتلفت نظر البط، والبط حساس جدا. مش قلع النيله. بقول لك اقلع. تولع النضاره واقلع الساعه دي كمان. وانا جاي اصطاد ولا جاي اتقلب؟ وطي صوتك. الاوستيك هيلفت نظر البط، قلت لك البط حساس جدا. طالما انتوا خايفين على احساس البط كده بتصطادوه ليه؟ وسط عند عبد الله على سلامه. انا انا في ايه؟ اذبح وحشي. ما تخلص يا عم مجدي. خلاص فاضل خمس رشات ونخلص. هو كان يوم اهبل من اوله. هي تضربني بالبندقيه. وابويا يضربني بالرش. ما كانش له اصغر الا ابويا ياخذني بمطوه. ولا رؤوف. انت تروح تقول لابويا ان انا لا طايقها ولا طايق ابوها ولا طايق العيله دي من اساس. حازم الموضوع كبير فعلا، وابوك ما بيهزرش. انتوا لو ما خدتوش القرض ده في اقرب فرصه هتفلسوا. طب ما نقدم على قرض البنك تاني. في حالتكم المهببه دي مفيش غير بنك فؤاد الملطه هو اللي هيديكوا القرض. يا اخي بس لاغي البت دي، يعني ده انت خبره خبره. في ايه؟ في ايه؟ انت عملت ايه؟ حازم ايه؟ في رشه هي واحده مش عارفه اطلعها. ليه؟ محتاجه خطاف. ايه ده؟ حرام عليكم، دي مش طريقه فرجة على فيلم رومانسي كله حسيس ومشاعر وشكل. انت مالك انت يا عم انت ومال رومانسيه؟ انت اخرك فيلم علقه موت. علقه موت؟ انت مجنونه يا بنت دي؟ انت ما عندكيش دم؟ انا ما عنديش دم يا سافل. انت هتغلطي؟ اقسم بالله همسع بيكي بلاط السينما دي كلها. ما انا لو كان معايا راجل كان اداك قلمين. فعلا؟ انت لو كان معاكي راجل
كان عارف يربك. ده على اساس ان شيرين قاعده جنبيها ولا ايه؟ مين ده؟ قولي لي بقى صاحبك وماي فريندز وجو المريطه اللي انتوا عايشين فيه ده بالليل. يا عم ده خطيبي. خطيبك؟ مش شايف اي دبع في ايديكوا. لابسها في صباع رجلي يا عم، ليك شوف حاجه؟ صباع رجلك؟ انت بتهزر؟ اقصد يعني خطيبها عرفي مثلا حاجه زي كده؟ عرفي طب تعالى لي بقى. انا عرفي يعني قبل كده. انت قصرت يا ساتر. يعني الكام خروجه اللي خرجتوهم الواد اتبهدل بالشكل ده؟ عامل له ايه بقى؟ حظه كده، وبعدين هو عصبي وجابه لنفسه. المهم هتتقابلوا تاني امتى؟ ما اتفقناش. يلا تصبحوا على خير. الواد ده لو ضاع منا مش هنلاقي زيه تاني. يو يا فؤاد، وايه اللي هيضيعه بقى؟ وبعدين بقى ما هواش ذنب البنت، وانت زي ما انت شايف هي بتنفس كل اللي بنقوله لها وبتسمع الكلام. عموما ابوه جاي لي بكره الصبح البنك لما نشوف. قرض بالمبلغ ده يا بدران محتاج حوالي شهر عشان لوحدي بنت فيه. شهر؟ يا طيب معلش، انا هبعت المدير المالي ينسق مع اداره الائتمان. بالنسبه بقى لموضوع الاولاد، من غير ما تقول يا بدران، الجواز اسمه ونصيب، واحنا برضو هنفضل اصدقاء بغض النظر عن اي حاجه. الله الله، ليه بتقول الكلام ده؟ يعني لو حازم ما لقاش في سلمى البنت اللي هو متخيلها عادي، ما تتكسفش مني. بالعكس. طب انت عارف حازم ابني قال لي ايه؟ والدموع بترغرغ في عيني. قال لي بابا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني قبل ما اعرف سلمى. للدرجه دي؟ طبعا. طب تعرف احنا لولا بندور للولد حازم على بنا بحندقه كده، وطبعا لسه هنفرشها ونشطبها ونلازم منه حاجه كده تليق بمقام عروستنا، كنا اتجوزناهم بكره. لزوم ايه فيلا وفرش وتشطيب؟ ما يقعدوا عندك ولا عندي، ما احنا بيوتنا واسعه. لا بس كده حازم مش هيوافق طبعا، اصله يا سيدي بيحب ياخد راحته ببيته. خلاص يقعدوا عندك وبيتك بيته برضه، وبعدين يونسوك بدل ما انت قاعد لوحدك. اسكت يا فؤاد اسكت، نسيت اقول لك، مش الحمام بتاع قوره الولد حازم اللي فوق ضرب فجاه بوظ دور فؤادي كله داخل على الدور التحتاني كمان؟ بسيطه، ابعت لك مهندس الديكور بتاعي وفي ظرف اسبوع واحد هيخلي الدور التاني ده احلى جناح لاحلى عروسين، والفرش هديه مني لسلمى وحازم. قلت ايه؟ الخميس الجاي كويس؟ والله هو بس انت ليك حق، الخميس الجاي قريب قوي، يبقى الخميس اللي بعده. مبروك، الف الف مبروك. يا عم ما تركز معايا شويه. جرى يا عم جواز مش هتجوز، شلني من دماغك. يا حازم فؤاد الملط هو اللي زنق ابوك واضطر يوافق. طبعا مش لاقي حمار يشيل البلوه دي، فاضطر يلبسها انا. حازم انت ليه عايز تهب ابوك بناه بقاله سنين؟ ابوك اللي رباك قريت ربنا بالطلب قد كده هو تخلى بيه؟ تصدق انا دمعت بجد؟ انت ممثل زباله على فكره. الله يخليك. انت ليه لقيتك وسافر؟ الله يخليكي. بقول لك ايه؟ انت تتجوز البنت دي ولما تاخد الكارت هو بطلقها. هي حكايه البنت دي. البنت دي اما عبيطه يا اما بتلغيني، بس مش حلوه قوي يعني، برضو تنفع في وقت زنقه. لو يا عادل لو قاعد في مكان ولقيت شاب سيس بيعكس البنت بتاعتك تعمل له ايه؟ هطبقها له وشه. خليه ما ينفعش. ده عيل مريض يا جدع، ده قال له واجب والله. بس انا رايح يا جماعه كده ادوا له فرصه. جاز ما خدش باله. ليه؟ عصفوره قدامه؟ اعمى ما بيشوفش. ساعات بتحصل يا باشا والله، ساعات بتحصل بيبقى في سبوره مع انعدام رؤيه، بالذات في كميه البخار اللي طالع من صدرك دي. برضه الواد عنده حق يا رفعت، هفهمه غلطه ولو ما فهمش ننجحه في وشه بس. وليه تتعب صدرك يا باشا؟ ليه تتعب صدرك؟ خلاص يا جماعه الواد فهم غلط وخلاص، وعلى رأي المثل هزها احسن من غزها. والحمام زحمه قوي كده ولا ايه؟ ابويا وامي ضاغطين عليا ضغطه سودا قوي يا كابتن. لا وقال ايه؟ مفيش خطوبه، جواز على طول. ابوك بيصيح. عارف ان حازم ده لو في خطوبه مش هياخد في ايدك منت وهيمر.
انا جربت معاه كل حاجه، واضح انه وتبت. اوعي تستسلمي، تخلي ابوك يدخل فينا الجول ده. ما تنسيش انت راس حربه، يعني لازم تكوني خف ريشه، لكن بقى جواز وحمل ورضاعه. لا 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 طبعا مفيش الكلام ده. رضاعه ايه؟ انا قلت لهم ان انا رافضه موضوع الجواز ده تماما، بس هم مكشمين عليا شويه. هيفوق. الو. ايه؟ طيب طيب انا جايه حالا. في ايه؟ استنى يا كابتن. بابا سلامتك. ماله يا دكتور؟ تعب وهو سايق العربيه. طب هو عنده ايه؟ مخبيش عليكي، القلب حالته مش ولا بد. قلب ليه؟ ده طول عمره راجل رياضي. هو في حد كبير على الموت؟ ياما ناس ماتت في الملاعب، وبعدين الموت علينا حق. فعل الله ولا فعلك، اعوذ بالله. يعني نسافر بره ولا نعمل ايه؟ لا لا ما وصلناش للمرحله دي، هو بس ياخد الادويه اللي انا كتبتها له. اهم حاجه الراحه ومفيش عصبيه. بابا الف سلامه عليك. يا سلام يا اختي، خايفه على ابوكي قوي؟ ايوه طبعا يا ماما. ليه بتقولي كده؟ بصي بقولك ايه، لو ابوكي ده حصل له حاجه هيبقى ذنبه في رقبتك. كفايه يا شهير. لا لازم تفهم وتعرف. رجع الماسكه في واد بلا التنفس يقف وتموت. يا ساتر، ايه لزوم الكلام ده يا ماما؟ انا عملت ايه؟ مش عارفه عملت ايه من ساعه ما عرف ان انت رفضتي حازم، وهو حالته النفسيه بقت زي الزفت، واكيد طبعا هو ده اللي مأثر عليه. قلت لك كفايه يا شهيره، دي حياتها وهي حره فيها. براحتك يا بنتي. لا يا بابا، وانا ما يدنيش زعلك. عمرك شفت ابي يسلم ابنه التسليمه اللي انا فيها دي؟ ما انت غريب قوي يا حازم، كل ما ابوك يقول لك اي حاجه كده لازم تسمعها على طول. كلكم الفضيحه اللي انا فتحتها لك يوم تاني. انا نفسي اعرف مين اللي عزم صحابي. انا فضحت بقى بجلاجل قدامك. مين اللي عمل كده رؤوف؟ رؤوف مين اللي عمل كده؟ ابوك قال لي وانا سمعت كلامه على طول اعمل فيه اللي انت عايزه. الله يسهلك، الله يسهلك. مبروك يا ولاد، الف مبروك. كده برضه ما تخلونيش اجيب مطرب في الفرح، ده انا كنت ناوي اجيب لكم حمائي او العسيلي. ولزموا ايه عسيلي والحمائي؟ مع عصام كاريكا اهو. المفاجأة الفظيعة دي، هايدي شربت حاجة. هي جاية شربة جاهزة. كويس. كفاية صعبة يا حازم، كنت فاكرني مش هعرف؟ ما أنت بتتجوز أهو. أم الليلة لما كنت بفتح لك موضوع الجواز كنت بتعملي فيها عبيط. هايدي أنا داخل الجوازة دي مصلحة، ما تتكلم مرعوب. أنت مش فاهمة حاجة، الجوازة دي كلها عوض. تعالي بره وأنا أطلع لكم. مش همشي من هنا إلا لما أعمل لك فضيحة. هتفضحنا أنا مش أنت يا نيلة. هايدي أنت عارفة أنا داخل الجوازة دي؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ علشان آخد توكيل فيرونيكا، ولو إحنا خدنا توكيل فيرونيكا هايدي هتبقى إيه؟ إيه؟ هتبقى نجمة دعاية فيرونيكا. عرفتي؟ يعني لو انت فضحتينا لا هيبقى في دعايه ولا هيبقى في فيرونيكا ولا هيبقى في فلوس من اساسه. يلا بقى يلا تعالي خد اشربها اي حاجه سخنه. يلا نجمه نجمه فيرونيكا. ايوه ايوه الله يحرقها بلك، الله يحرقك بجد. فين يا حازم؟ انت معروفه بابا. يلا عشان تلبس عروستك الشبكه. يا نهار اسود شكلها غالي قوي. 400,000 جنيه خساره فيهم. وجبتهم منين يا بابا في ظروفنا الهباب دي؟ اتصرفت. ما لازم نقدم مقامنا ولا عاوز ابوها يشك فينا. يلا 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 ما تفردي وشك شويه، العريس جاي. اهلا اهلا. اتفضلي يا عروسه، تعالي عند العريس. اتفضلي. مبروك يا بطل. ايه ده؟ دي بجامة بيير كاردان. بجامة بيير كاردان؟ دي اخرها بجامة بالتوحيد والنور. يا قلبها يا حازم، دي خلاص بقت مراتك. الله ما تنساش احنا لسه ما خدناش القرض.
اعمل معروف يا حازم، اعمل معروف. عاوزة بقى تبقى زوج مثالي رايق حنين، وتقوم معاها بكل الواجبات الزوجية. أقوم بواجبات الزوجية مع دي؟ دي عشان أبوسها لازم أضرب لها حبيتين هابي فيس. البس البيجامة واضرب دول. هو أنا صايد أوكشن من جامعة الدول؟ طب افرض ضربت دول النهاردة، بكرة هتنيل أعمل إيه؟ ولا يهمك، كلم رؤوف يجيب لك اتنين تانيين وعلى حسابي. إيه ده؟ إيه يا ماما الحاجات دي؟ دي قمصان نوم زي ما أنت شايفة. ما أنا عارفة إنهم قمصان نوم، بس من امتى وانا بلبس المسخره وقله الادب دي؟ يا حبيبتي يا نور عيني، ما انت لازم من النهارده تلبسي قمصان النوم دي عشان جوزك. انا نفسي اعرف لو ما لبستيهمش دلوقتي هتلبسيهم امتى؟ ومين قال ان انا عايزه البسهم اساسا؟ ماما فكك من الجو ده، ماليش فيه. يعني ايه مالكيش فيها؟ اسمعي اما اقول لك، انت هتلبسيهم هتلبسيهم، انت سامعاني؟ وبعدين يا حبيبتي ابوكي تعبان وما هوش ناقص ومش عايزين نضايقه، وانت سمعتي بودانك الدكتور قال ايه؟ حاضر يا ماما. يا ريت بقى يا حبيبتي لو تلبسي القميص الاخضر علشان بقى تبقى ليلتكو خضرا. فضلي يا عروسه، الف الف مبروك. لي 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 لي. مبروك يا عريس، خد بالك منها. هنمشي بقى ولا ناويين نقعد مع بعض؟ لا لازم احنا نمشي بقى ونصبر مع بعض. هم ما تنساش بقى يا حازم. مبروك يا عريس. خلي بالك من عروستك، ها ما تنساش طلع من مناخيرك. Thank you.